الوزير المحترم، انتهى الوقت. نمر إلى السؤال الموالي، وهو السؤال عن ارتفاع ظاهرة الابتزاز عن طريق الانترنت للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الصالة والمعاصرة. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، ابتزاز، تشهير، تهديد، سب وقذف وانتهاك للحريات الخاصة للأشخاص، جرائم باسم التكنولوجيا ووسائل التواصل في عالم افتراضي لكن ضحاياه من الواقع. عن الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الارتفاع الحاصل في ظاهرة جرائم الابتزاز الإلكتروني نسائلكم سيد الوزير. شكرا. تفضل سيد الوزير. شكرا سيد النائبة المحترمة. فعلا شبكة التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الجديدة للتواصل ساهمت في تعزيز مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، لكنها بدأت تثير بعض الإشكاليات وبعض التحديات اللي جعلت هذه المنصات تحول إلى فضاءات لتسهيل ارتكاب أفعال إجرامية مثل نشر الأخبار الزائفة وممارسة السب والقذف وانتهاك الحياة الخاصة وتمرير خطابات الكراهية والتحريض على الإرهاب والإشادة به والمس بالسير السليم للمؤسسات والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت الذي استفحل في السنوات الأخيرة. أنتم أشرتم السيدة النائبة المحترمة للظاهرة ديال الابتزاز واللي انتشرت عبر الإيقاع بأشخاص في فخ فيديوهات مصورة ولا مفبركة لممارسة الابتزاز، وهنا المقتضيات ديال القانون الجنائي وخاصة المادة 538 كتطرق لهذا الجانب هذا واللي كتسميه بالحصول على المال بالتهديد، لكن هذه المقتضيات ما كتشملش كل الحالات المشابهة لهذه الجريمة واللي تدخل فيها خصوصيات رقمية إلكترونية كبيرة جدا مما يستدعي المراجعة، خصوصا أن المغرب وقع على عدد ديال الاتفاقيات مثل اتفاقية بودابست ديال الجريمة الإلكترونية والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، والشيء اللي كيجعل أننا خصنا فعلا نحركوا التدخل التشريعي لتغطية هذه الفراغات ولتدقيق الأحكام والمقتضيات القانونية للتصدي لهذه الظواهر. شكرا سيد النائب. شكرا سيد الوزير. تفضلي سيد النائب التعقيب. فعلا سيد الوزير، هذا الشيء اللي قلتي يعني معقول. احنا مع التطور التكنولوجي، مع التعبير، مع حريه التعبير، مع الرقمنه، مع تنامي الاعتماد على الاليات التقنيه لا سيما وسائل التواصل الالكتروني والتبادل الفوري للرسائل والصور، ولكن للاسف سيد الوزير هذا التطور واكب التطور ديال الجريمه، تطور وظهور انواع اكثر تعقيدا واكثر تشددا للجريمه. مابقاش معها السيد الوزير القضاء، مابقاش معها السيد الوزير الاطار القانوني والتشريعي اللي ذكرتيه يعني كيواكبها. كنا ننتظر السيد الوزير للاسف يعني خروج القانون الجنائي الى حيز الوجود، ولكن مع الاسف يعني الاغلبيه الحكوميه يعني التعطيل ديالها حال دون اخراج هذا القانون الى حيز الوجود، وذلك باش نعتمدوا مقتضيات جديده تتماشى مع طبيعه هذا النوع من الجرائم، لا من حيث اركان تحققها ولا من حيث وسائل الاثبات ديالها اللي كيصعب الاثبات ديالها بالطرق القديمه والمبسطه للجرائم. والسيد الوزير نقول لكم انه هذا الفضاء اصبح غير امن، وهذا ما كشف عليه تقرير رئاسه النيابه العامه لسنه 2019 اللي قدم ارقام مرعبه بخصوص الجرائم المعلوماتيه وخصوصا ظاهره الابتزاز الالكتروني اللي وصلت الى 300 قضيه استهدفت 458 ضحيه من بينهم 107 اجانب. سيد الوزير، ظاهرة الابتزاز الإلكتروني كتطلب منا ومنكم ومن الجميع على وجه الاستعجال التدخل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي لمواكبة السرعة التي يتطور بها العالم الرقمي من أجل أن تصبح أكثر ردعاً وتشديداً. لابد سيد الوزير من تجويد الجانب التواصلي من خلال التشجيع على ثقافة التبليغ في حالة الابتزاز، عدم الرضوخ إلى مختلف أنواع المقايضة التي يطلبها أو يفرضها مرتكبو هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال، وذلك من خلال اعتماد حملات تواصلية. شكرا سيدة المحترمة، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ لا يبدو. ما عادش نبقى لك شيء سيد الوزير، ما عادش نبقى لك في الوقت، تفضل. سيدة النائبة المحترمة، هناك قاعدة عامة تقول الجريمة في الواقع الفعلي هي أيضا جريمة في الواقع الافتراضي، حتى في الفيسبوك ولا في المجموعات المغلقه ولا المفتوحه هي جريمه. لذلك فالقانون الجنائي ما بقاش كافي لان تيهضر على الجريمه بالمواصفات التقليديه.
يعني المجال العمومي هو الشارع العام، هو المجال ما كيعتبرش الفضاء الازرق حتى هو مجال عمومي. لذلك خص تقنيات وخص يكونوا خبراء وخص يكون واحد الاجتهاد واحد العمل لمراجعه دقيقه وشامله للقانون الجنائي كما تفضلتم. شكرا. شكرا لكم سيد الوزير وشكرا.